نفذت جيوش الثورة العربية الكبرى عمليات عسكرية ضمن رؤية دقيقة لتحقيق الطموح العربي بدخول دمشق ورفع راية الثورة وإعلان الدولة العربية المستقلة. وكانت العقبة المفتاح لدخول بلاد الشام والانعطاف نحو الشمال، حيث نفذت جيوش الثورة العربية الكبرى عمليات عسكرية على عدة مستويات على الساحة الأردنية في الفترة من تموز عام 1917 وحتى نهاية أيلول 1918. تم التخطيط لتنفيذ عملية السيطرة على العقبة التي تميزت بعنصر المفاجأة، حيث إن العثمانيين كانوا يتوقعون الهجوم من جهة البحر ولم يتوقعوا الهجوم من البر من جهة الشمال ووادي اليتم، لذا تمت محاصرتهم إلى أن استسلموا في صباح السادس من تموز 1917، حين وضع الأمير فيصل والشريف ناصر والشيخ عود أبو تايه الذي وصف بأنه قبيلة في رجل هذه الخطة. مثل تحرير العقبة انتصاراً عسكرياً وسياسياً للعرب، وشكل تجسيداً ملموساً لقوة الثورة العربية وفرصة لالتفاف ملايين العرب من مختلف الأقطار حولها، والأهم أنه أظهر حجم التصميم والإرادة العربية.